مساكنك يا رب الجنود، تشتاق وتذوب نفسي إلى ديار الرب، ويرنم قلبي وجسمي للإله الحي. العصفور وجد له مأوى، واليمامة عشا تضع فيه أفراخها. من لي بمذابحك يا رب الجنود، ملكي وإلهي، طوبى لسكان بيتك، فإنهم لا يبرحون يسبحونك. بيتو خالو هو عليت وقدم بمدلوخ سغدت ملكو شميونو حاسو لي خلدا احتيت له ملكو شميونو حاسو لن خلدا احتينا له صلاو علي متول مران قالوهم قابل قربونو نترحم علينا برخبور المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين. هلنا يا الرب يسوع بنعمتك ومراحمك الغزيرة أن نمجد قيامتك بقلب نقي ونحتفل بانتصارك على وقع نغم مقدس ونحدث عن قدرتك بلسان طاهر فنشكر محبتك ونسجد لك هاتفين المسيح قام حقا قام لك المجد ولأبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. برخ مور لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الحي الذي لا يموت الذي أحيا براياه بصلبه وخلص بعته بقيامته وفرح رعيته بنهوضه وسيفرح ميراثه بظهوره. برخ مور الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الأحد المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد آمين. إياك نعبد وإياك نحمد أيها الإبن الوحيد، يا من نزلت إلى ظلمة القبور فأتيت في مثوى الأموات، عجبا عتقت الأسرى بقيامتك وأيقظت بصوتك الأبرار والصديقين الراقدين في سبات الموت، وجمعت الشعوب يعبدونك ويكرزون بخلاصك مهللين هاتفين. أمس الأول صلب الملك وعانى الألم، واليوم تحقق الظفر بقيامته. أمس الأول فتح الرمح جنبه، واليوم فتح العماد بحنانه.
أمس الأول كلل بالشوق، واليوم زين بعته بإكليل البهاء. اليوم يوم البهجة بالقيامة، اليوم يوم الفرحة لجميع الراقدين على رجاء القيامة. اليوم تعيد البيعة ويرتل أبناؤها المجد على عطر البخور قائلين: كما خلصتنا بآلامك يا صانع الحياة، وأحييتنا بقيامتك، جدد بنعمتك رسمنا. ألبس أجسادنا قوة الروح، فنتلألأ بالحلة المجيدة، ونراك بالنور أيها العريس الحق، وبنعمتك أهلنا وجميع الموتى المؤمنين لملكوتك السماوي. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. نشكرك يا حمل الله الذي ذبح عنا، ونسجد لك يا بخور الغفران الذي قربنا إليه فأغنانا بميلاده ونقانا بعماده وقدسنا بصلبه وأصلح بيننا وبين الآب بقيامته ورفعنا بصعوده وزيننا بمواهب روحه. تقبل يا ربنا بخورنا وانفحنا بطيبك العذب كل حين، فتفيض ألسنتنا بشكرك الآن وإلى الأبد. آمين. قد شاءت نور قد شاءت حيث قد شاءت لبيوت رحم عليك.
الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا، نصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. هذه الذكرى فلتفرح كل الأقطار، طعم فادينا الجبار، عنت بشرى السلام فلتفرح كل الأقطار، بعد هول الآلام قام فادينا الجبار. ربي يا من تقبل طيب من خدمة الأبرار، يا حنون تقبل واستجبنا كالأبرار. قراءة من سفر حزقيال النبي. وبارك يا سيد، لأنه هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أنشد خرافي وأفتقدها أنا، كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط خرافه المنتشرة، كذلك أفتقد أنا خرافي وأنقذها من جميع المواضع التي شتتت فيها يوم الغيم والغمام المظلم، وأخرجها من بين الشعوب وأجمعها من الأراضي وآتي بها إلى أرضها وأرعاها على جبال إسرائيل وفي الأودية وفي جميع مساكن الأرض، في مرعى صالح أرعاها، وفي جبال إسرائيل العالية يكون مرعاها، هناك تربض في حظيرة صالحة وترعى في مرع دسم على جبال إسرائيل. أنا أرعى خرافي وأنا أربضها، يقول السيد الرب، فأبحث عن الضالة وأرد الشاردة وأجبر المكسورة وأقوي الضعيفة وأهلك السمينة والقوية وأرعاها بعدل، وأقيم عليها راعيا آخر ليرعاها، عبدي داود، فهو يرعاها وهو يكون راعيها، وأنا الرب أكون لهم إلها، وعبدي داود يكون في وسطهم رئيسا، أنا الرب تكلمت وأقطع لهم عهد سلام. فصل من الرسالة إلى العبرانيين. وبارك يا سيد. المجد للسيد الرسل. تحل مراحم الله على نادية وأبناء الرعية إلى الأبد. آمين. يا إخوتي، صلوا من أجلنا، فإننا واثقون أن ضميرنا صالح، ونحن نريد أن نسلك مسلكاً حسناً في كل شيء، وأطلب إليكم بإلحاح أن تفعلوا ذلك، حتى يردني الله إليكم سريعاً، وإله السلام الذي أصعد من بين الأموات ربنا يسوع، راعي الخراف العظيم بدم عهد أبدي، هو يجعلكم كاملين في كل صلاح لتعملوا بمشيئته، وهو يعمل فينا ما هو مرضي في عينيه بيسوع المسيح، له المجد إلى أبد الآبدين. آمين. وأناشدكم أيها الإخوة أن تحتملوا كلام التشجيع، فإني كتبت إليكم بإيجاز: اعلموا أن أخانا تيموتاوس قد أخلي سبيله، فإن أسرع في مجيئه سأذهب معه وأراكم. سلموا على جميع مدبريكم وجميع القديسين. يسلموا عليكم الإخوة الذين في إيطاليا.
النعمة معكم أجمعين، والتسبيح لله دائما. اليوم الذي صنعه الرب، تعالوا نسر ونفرح فيه. بارك مور السلام لجميعكم ومع روحك. إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي لبشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. بسم الأب والابن والروح القدس أمين. قال يوحنا الرسول: ظهر يسوع لتلاميذه مرة أخرى على بحيرة طبرية، وهكذا ظهر. كان سمعان بطرس وتوما الملقب بالتوأم ونتنائيل الذي من قانا الجليل وابنا زبدة وتلميذان آخران من تلاميذ يسوع مجتمعين معا. قال لهم سمعان بطرس: أنا ذاهب أصطاد سمكا. قالوا له: ونحن أيضا نأتي معك. فخرجوا وركبوا السفينة، فما أصابوا في تلك الليلة شيئا. ولما طلع الفجر وقف يسوع على الشاطئ، ولكن التلاميذ لم يعلموا أنه يسوع. قال لهم: يا فتيان، أعندكم شيء يؤكل؟ أجابوا: لا. قال لهم: ألقوا الشبكة إلى يمين السفينة تجدوا. وألقوها، فما قدروا على اجتذابها من كثرة السمك. فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس: إنه الرب. فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب ائتزر بثوبه، لأنه كان عريانا، وألقى بنفسه في البحيرة. أما التلاميذ الآخرون فجاءوا بالسفينة وهم يسحبون الشبكة المملوءة سمكا، وما كانوا بعيدين عن البر إلا نحو 200 ذراع. ولما نزلوا إلى البر رأوا جمرا وسمكا على الجمر وخبزا. قال لهم يسوع: هاتوا من السمك الذي أصبتموه الآن. فصعد سمعان بطرس إلى السفينة وجذب الشبكة إلى البر، وهي مملوءة سمكا كبيرا 153، ومع هذه الكثرة لم تتمزق الشبكة. قال لهم يسوع: هلموا تغدوا. ولم يجرؤ أحد من التلاميذ أن يسأله: من أنت؟ لأنهم علموا أنه الرب. وتقدم يسوع وأخذ الخبز وناولهم، ثم فعل كذلك بالسمك. هذه مرة ثالثة ظهر فيها يسوع للتلاميذ بعد أن قام من بين الأموات. حقا والأمان لجميعكم.
يحيي يسوع التسبيح والبركة من أجل كلامه الحي لنا للمسيح يسوع التسبيح والبركة. المسيح قام. أبتي الجليل الفاضل، إخوتي وأخواتي الأحبة، اليوم بداية الأسبوع الرابع من زمن القيامة المجيدة، أحد ظهور يسوع للرسل على البحيرة. الذبيحة الإلهية اليوم نرفعها لراحة نفس المرحومة ماريا شعنين لمناسبة مرور 40 يوما على وفاتها، ختام القداس رتبة شال بخور لراحة نفسها. توصيات الأسبوع القادم اعتبارا من بكرة الأول من أيار بداية الشهر المريمي، كل يوم الساعة 6 مساء مع الأخوية وأبناء وبنات الرعية صلاة المسبحة الوردية وزياح مريم العذراء كل يوم. الأحد القادم 7 أيار القداس الساعة 11 صباحا ترفع الذبيحة الإلهية لراحة نفس المرحوم الياس عبدو خاطر والمرحومة زوجته تراز بوتوما خاطر وعلى نية العائلة من أحياء وأموات في الوطن والمهجر. أيضا بنقدس لراحة نفس كل من المرحوم ظاهر والمرحومة فهدة والمرحوم إلي أبو جنيد وعلى نية العائلة من أحياء وأموات في الوطن والمهجر. بحب أعطيكم أيضا توصية للسبت 20 أيار خلال الشهر المريمي الساعة 6 مساء جوقة الرعية، جوقة مارلياس المارونية في خربة أنفار، نحتفل نحن وياها بريسيتال مريمي خلال هذا الشهر. توصيات كلها بتوصلكم اختي واخواتي عبر هواتفكم، جروب الواتساب تبع الرعية 0864-125-120، اللي بعد ما حط رقمه بيقدر يبعت اسمه على هذا الرقم واتساب، توصلوا كل توصيات الرعية لا بل كل توصيات البلدي أيضا. كل أنشطة الرعية وخاصة القداسات تنقل مباشرة عبر صفحة الرعية على الفيسبوك رعية مارلياس المارونية خربة قنفار، مثل ما القداس هلأ عم ينقل كمان وعم يتابعونا كل أحبائنا أبناء الرعية في الوطن وفي المهجر، خص بالذكر منهم أبنائنا وإخوتنا وأحبائنا روكوز وجورج وتوفيق نعوم وعوائلهم يلي عم يتابعوا هالقداس يلي بخصهم شخصيا بوداع بنت أختهم. اليوم مثل ما سبق وقلت إخوتي وأخواتي عم نحتفل بالقداس، وكلمة احتفال إذا كانت تحمل في طياطة تحمل معاني الفرح. ما حدا بيحتفل بالحزن، إنما المفارقة الوحيدة مع يسوع المسيح القائم من بين الأموات عندما نلتقي معا حول المذبح في كسر الخبز والخمر نكون في حالة احتفال بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات الذي أعطانا بانتصاره على الموت بوابة العبور من هذه الدنيا إلى دنيا الآخرة. ولو لم يفعلها ابن الله، ولو لم يمت على الصليب، ولو لم يقم من بين الأموات لكنا أشقى الناس، وكانت حالة الاحتفال بعيدة عنا مثل هون ومن 2000 سنة لورا. لذلك نحن نشكر الله القائم بين الأموات لزرع في قلوبنا هيدا الرجاء وفتح لنا ميدان العبور إلى الحياة الأبدية بدل الفناء في هذه الحياة الفانية. تبقى المفارقة البسيطة التي تستحق الحزن عليها وداع أحبائنا، لما حدا من أحبائنا في هذه الدنيا بفارقنا إلى دنيا الآخرة بيترك في قلوبنا لوعة وحزن، وهيدا اللوعة والحزن مشروعين إخوتي وأخواتي. مش عيب أبدا إنه نحزن لفراق أحبائنا، حتى أن يسوع المسيح نفسه في يوحنا عندما كان خارج من أريحة وكان مريض لعازر ما لحقه
توفي لعازر، ركضت مرتا إلى يسوع وقالت له لو كنت هنا لما مات أخي. بيقول نص الإنجيل بيوحنا بكى يسوع. بكائنا على فراق أحبائنا شرعي، ولازم أقل نحزن لما حدا منحبه بغادرنا، لكن يسوع قطع الطريق على مرتا وقال له من آمن بي وإن مات فسيحيا. إخوتي وأخواتي، بلحظة ملؤها الحزن وملؤها الرجاء في آن عم نصلي لراحة نفس صبية غادرتنا بوقت مبكر جدا. المفارقة بالحياة إخوتي وأخواتي إنه بكل شيء نحن نتمرس ونتمرن كي نصبح أقوى وأنضج. بمثل بسيط، ليمارس لعبة رفع الأثقال وكمال الأجسام حتى يطور عضلاته، كل مرة يتدخل فيها للتمرين بيزيد الوزن حتى يزيد حجم العضلات اللي عنده، حتى يصير جسمه إلى أكمل في العضلات. وكل ما زاد الأوزان كل ما تطور شكله وتطور حجم العضلة. نحن في حياتنا أخوتي وأخواتي، أعطيت هذا المثل لحط مقابيله بالتشبيه الإيمان، إيماننا اللي نحن منعيشه يلي منطوره بالصلاة وبالعلاقة الدائمة بالله وفي اللقاء الدائم بالقداسات بالله وفي الصلوات الخاصة فينا. ما ممكن ينحك إيماننا إلا ما يخضع لامتحانات قاسية يا أخوتي وأخواتي. وبالظرف اللي نحن فيه هلأ بهاللحظة يلي عم نصلي فيها لوداع بنتنا مريم، عم نحط كل ما نؤمن فيه أمام امتحان كبير يا نجاة، كل ما نؤمن فيه قدام امتحان قاسي. ما ممكن يمتحن إيماننا بالتفاهات، ولا يمكن يمتحن إيماننا بالأشياء العادية اللي بتمرق قدامنا كل يوم. بينحط إيماننا على المحك بلحظة مثل هاي، الله يبعدها عن الكل، إنما هيدي طريق حنعبر فيها كلنا سوا. هون بينعرف حجم الإيمان تبعنا، وهون بيوصل مستوى الإيمان إلى أقصى حد عندما بيغادرنا حبيب، عندما أهل بودعوا ولدهم. هاي صعب كتير هاي، بس مش أول شخص عملها بالتاريخ يا نجاة. هيدي من 2000 سنة مريم تحت الصليب كانت هي عم بتودع وحيدة مش سري، وحيدة. في قبل أمثلة كتير بالتاريخ فتحت بوابة الرجاء بقلوبنا وزرعت بقلوبنا نعمة أن القيامة فقط هي بالقائم من بين الأموات بيسوع المسيح، ولا رجاء خارجه. كل رجاء خارج يسوع القائم بين الأموات هو رجاء زائف ورجاء منقوص، ما بودي لمطرح، بودي فقط إلى الحيطان المسدودة، بقعد بين الناس بضحك وبنكت وكل شيء، بس كون لحالي بقعد بالعدم وبالسواد. لا، أنا ولحالي بعيش رجاء القائم من بين الأموات أخوتي وأخواتي. عشان هيك نحن إذا بزمن القيامة نشكر الله الإبن اللي تجسد ومرق لنا كل هالحب لإلنا نحن. انتو بيتكن مرق عليه أزمات، بيتكن ككل، حتى المرحومة الوالدة ودعت الدنيا وراحت إلى الدنيا الآخرة ومش عارفة إنه عندها حدا خسرته. انتو خبيتوا عنا هالشي. إذا كان بدل هالموضوع بدل على ترابط هالعائلة وتمسكها مع بعضها، أن تشهد إلى علاقة العائلة بعضها ببعض وحرصها على مشاعر بعض البعض. أنا بسأل سؤال بالله عليكم، وين اليوم في منه هيدا الترابط بالعوائل اللي حضرتكم شاهدتوا فيه أمام كل الناس؟ وينه؟ هي الخطر اللي عم يهدد بيوتنا والشهادة الحقيقية اليوم، التفكك. هيدا خطر كتير كبير. لما بتوصلوا بتشهدوا من قبل للوالدة الله يرحمها، ما كأنه في شيء، تركتوها تعيش لهيدا الفرح الأمومي لا حد آخر نفس، ما عندها مشكلة، أنتوا حملتوا ولا حالكم. وهلأ رجع التجربة دخلت بيتكم من جوا من داخل البيت، كمان في رجاء جديد عم تعيشوه بهاي العائلة المباركة، عم تشهدوا لمحبة وتعلقكم ببعضكم البعض. هيدي الشهادة مش أمام الله فقط، هيدي الشهادة أمام كل العائلات اللي تقول أنها تؤمن بالقائم بين الأموات. هيدي الشهادة للحب الحقيقي، والحب الحقيقي ما بيجي جينيا فقط من بعضنا البعض، بيجي من الإيمان الحقيقي والعلاقة الحقيقية بالله.
ما ممكن حدا يحب تاني فقط لمتعة شخصية إلا بتكون أنية ومؤقتة، إنما الحب اللي بيودي إلى آخر نفس وبيساعد إلى الترابط والتواصل والمسير معا إلى آخر نفس مصدره إلهي، مش ممكن يكون بشري. مشان هيك هنيئا لكم هذا الحب الإلهي المزروع بقلوبكم كعائلة واحدة مترابطة. صحيح رحلت ماريا وارتاحت من عذابها وألمها، ومطرح ما هي هلأ مع الأبرار والصديقين، إنما شع بهذا البيت الكريم حضور الله بالحب اللي بيجمعكم ببعضكم كعائلة واحدة، وهذا مش غريب عنكم. وأنا عارف إنه روكوز هلأ وجورج وتوفيق عم بتابعوا القداس بالمغترب مطرح مهني، وعارف إنه روكوز بسبعة الشهر كمان عامل القداس الأربعين ببوسطن لماريا. هذا دليل شو؟ دليل العائلة الواحدة المترابطة، دليل شهادة لحضور يسوع المسيح ببيت نعوم الكرام بالعائل بيت شعنين وبيت عائل الكريم يلي نحن عم نحتفل نحن وياكم هلأ بهذا القداس. وشدد على كلمة نحتفل، وشدد على كلمة نحتفل، نحن أبناء الرجاء، نحن أبناء القيامة، ونحن بينحك إيماننا بأصعب ظروف، مش بالتفاهات ومش بالسخافات. نحن منعبر عن تعلقنا بيسوع المسيح دايما لما بيكون في عنا تجربة قاسية بنمرق فيها، بأصعب مطرح يسوع المسيح على الصليب، أيام بسيكولوجيا كل واحد بيكون بهاي الحالة بالتحديد مصلوب، بيكون عم يسبسب ويكفر ويتف ويبزق. يسوع المسيح كان على الصليب عم يقول لهم اغفر لهم لأنهم لا يدرون ما يفعلون. ولا ممكن يكون في حالة تشبه هيدي بالتاريخ ولا بالجغرافيا، نحن بقلوبنا هيدي موجودة صارت مع القائم من بين الأموات. مشان هيك موته وقيامته هو تعزية لألنا كلنا سوا بهيدي الكنيسة وبهالعائلة المباركة. بتكون تبكوا بكوا عادي شرعي يسوع المسيح، بس خلوا شعاركم وقلوبكم من آمن بي وأن مات فسيحيا. هيدا هو الموضوع الأساسي والبوصلة الأساسية اللي عليها نحن بنبني كل إيماننا ومنعبر عنها أمام كل الشعوب لآخر نفس. باسمي وباسم محترم بنا رجا مشاركنا الذبيحة الإلهية بعزيكم أحر التعزي، وبصلي لربنا يرتب قلوبكم وعز علينا كسرة خطركم بهذا المسار اللي أنتم فيه، إنما اجتماعكم وصلاتكم بتعزي قلوبنا وتخلينا نكون عائلة واحدة بالمسيح القائم بين الأموات. توجه بالتحية أيضا مباشرة هلأ لخينا روكوز خينا توفيق وخينا جورج وكل عوائلهم وكل أقربكم اللي عم يتابعونا مباشرة هلأ عبر صفحة الرعية. إن شاء الله بيكون رحيلة مصدر رجاء لقلوبكم وشهادة دائمة لحضور يسوع المسيح بهالبيت الكريم بعوائلكم كلها سوا. المسيح قام، نؤمن بإله واحد. الجوهر الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموت والحياة الأبدية. إيت الوط مدبحي دلو هو الوط دلو دم حديط اليوت، وينو بصوغ الطيب وطوخ اعو البيت وخ وسغود بايك لوط قوت شوخ دحيل طف مريو دابارن و
وابزاديك تخالفي. صلى عليهم طول مران آلهم قابل كربونه ونترحم عليهم باسلوتو. أولين اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية بدل عطاياهم الزائلة. هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوبوية أم الله مريم، مار مارون، مار شربل، مار لياس، والقديسة ريتا. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقرب عنها هذه الذبيحة مريا شعنين، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. أخوتي وأخواتي، اعتبارا من بكرة كل يوم الساعة 6 صلاة المسبحة الوردية، وبحب ألفت انتباهكم أكيد الجميع بالبلدة عارفين السبت القادم 6 أيار الساعة 6 مساء قداس احتفالي أول إرباني لأولادنا بالبلدة. إذن السبت القادم الساعة 6 القداس المناولة الأولى لأولادنا في البلدة الكريم. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب القدوس، امنح بيعتك الأمان والسلام والمحبة الدائمة، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مسبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لك يا أخي كاهن الرب ويا إخوتي بالروح القدس. بك يا رب نبارك فنستحق الآخرة الصالحة المعدة لأهل السلام، ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. لك يا رب نقدم هذه الأسرار المقدسة لكي تحررنا بها من آلام الخطيئة وتؤهلنا لأعمال البر، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. حبّة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. نشكر الرب متيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. بالقلب والعقل واللسان نشكرك اللهم الآب والابن والروح القدس، يا من أنت والإله الواحد الحق، في
فيما يختلط شعبك المؤمن كله اختلاطا روحانيا بالجموع التي لا ترى والصفوف التي لا تحصى، يمجدونك جميعهم تمجيدا ثلاثيا هاتفي. أنت اللهم الآب، قدوس ابنك الوحيد، قدوس روحك الكلي القداس، يا من خلصت العالم بتجسد ابنك وحررته من الخطيئة والضلال. وبيومه هود أقدم حاشودي لما بيت حاية نساب اللحم بيدا وقديشوتو بارخ وقادش وقصويا بالتلميدا وكادومار سبخوا المنه كل خون هونو ديني تاو فغرو ديل دحلو فيكون وحلو فساقي ما تقسي وما تيهب حصيو تحوبي والحيد العلم علمين آمين. وخانو عالكوسو دمزيغو من حمرو من مايو بارخ قادش يا بالتلميدا وكادومار سابشتا ومنيه كل خون هونو ديني تاو دمو ديل دياتي قيح داتو دحلو فيكون وحلو فساقي ما تشاد وما تيهب حصيو تحوبي والحيد العلم علمين وزاد على ذلك هذا الإيضاح قائلا كلما اشتركتم في هذه الأسرار اذكروا موتي ودفني وقيامتي حتى مجيئي. لن ننسى يا رب الآيات العجيبة في تدبيرك الخلاص والآيات الرهيبة في مجيئك الذي فيه ستجازي كل إنسان بحسب أعماله، لذلك تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضعف الكل ارحمنا. وأيضا يا رب أبنائك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها، إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب، فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلينا يا رب ترأف بنا وبكل ميراثك ورد هذا القربان بحلول روحك القدوس المنبثق منك اللهم الآب بأزليته والآخذ من ابنك بجوهره. استجبنا يا رب
استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. اجعل بحلول هذا الخبز جسد المسيح إلهنا، آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا، آمين. ولتجعلنا هذه الأسرار نحن المشتركين فيها أن نتنعم معك يا رب، ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. كن يا رب لبعاتك ولرعاتها حصنا منيعا ضد التعليم الضال وضد أبائنا مار فرانسيس بابا روما مار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي مار جوزيف مطراننا وسائر الأساقف المستقيمين الرأي لكيما بحياة لا لوم فيها. يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك، نسألك يا رب. يا رب ارحم. أيها الآب السماوي، يا من ارتضيت أن يتجسد ابنك الوحيد من أجل خلاصنا ويفتدينا بموته على الصليب ويمنحنا القيامة عربونا عن حبك، نسأل مراحمك الوافرة من أجل أختي ماريا الراكدة كي تغمرها بأنوار رحمتك وتغفر لها خطاياها وتظهرها مشتركة في ملكوتك السماوي صحبة الأبرار والقديسين، وتعزي قلوبنا لنعبر بالرجاء إلى تعزياتك السماوية مرددين في كل حين اذكرنا يا رب في ملكوتك، نسألك يا رب. كن يا رب لفاعلي الخير مكافئا، وللمكبلين بالديكات محررا، وللمساكين منجيا، وللبائسين والمضنوكين والمتعبين مفتقدا، نسألك يا رب. كن يا رب سوراً حصيناً لكل مدينة وبلد يؤمن بك إيماناً قويماً ويلجأ إليك، نسألك يا رب. يا رب ارحم. كن يا رب مقوياً الذين يلتجئون إلى ذكر أم مسيحك وإلى القديسين الذين أرضوك، لا سيما مارلياس، وأهلنا وموتانا بنعمتك لخيراتك الأبدية التي أعددتها لنا، نسألك يا رب. يا رب ارحم. كن يا رب غافرا للموتى المؤمنين الذين خلصوا بموت ابنك الوحيد، فإذا خلصنا من الموت ونجونا من الجحيم ونهضنا من مطامير التراب عظمت علينا وعلى أمواتنا نعمة ابنك الوحيد التي نرجو بواسطته نوال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرحم اللهم الموتى واغفر خطايانا التي بمعرفة وبغير معرفة. أهلنا يا رب أمواتنا بنعمتك إلى التنعم بملكوتك السعيد مع التجديد بالقيامة العامة، لكي يمجد بهذا وبكل شيء ويمدح ويبارك ويبجل اسمك المبارك كل الوقار، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد، آمين. أيها الآب الأزلي، إني أقدم لك جسد ابنك يسوع ودمه ونفسه ولاهوته تعويضا عن خطايانا وخطايا العالم. بحق آلامه المقدسة ارحمنا وارحم العالم أجمع. يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا
فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. افتح يا رب أفواهنا وشفاهنا، قدس أجسادنا ونفوسنا، طهر عقولنا وضمائرنا، فنهتف إليك متضرعين يا أبا المراحم ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد. اجعل يا رب ما يؤذينا ويخسرنا يتحول عاجلا إلى ما يفيدنا وينفعنا، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف، وأمام مذبحه الغافر، وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. فلتأتي يا رب نعمك وبركاتك وهباتك الإلهية كلها، وتحل غزيرة على بيعتك ورعاياك وديرتك. نرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس تعطى للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. هنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا، لك المجد إلى الأبد. حياتي هي المسيح، والموت ربح لي، فما أحلاك يا موت، ما أحلاك يا موت، حين أكون مع المسيح. رمئت نفسي إليك أيها المسيح، مكاتي وأحضر أمامك يا سيد، ذاب نفسي شوقا إلى خلاصك، ذابت نفسي شوقا إلى خلاصك، ثابت نفسي شوقا إلى خلاصك. Yeah.
سيد. المسيح ربنا نستمد الغفران ونهتف مبارك من بصلبه اعتقنا من الطغيان. إله قدوس 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 متعظم رحمن معظم تذكر أمه مريم. أيضا وأيضا بك يا رب نعترف التسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحمنا. غلب الموت. إن المسيح قام حقا. إن المسيح قام حقا. إن المسيح قام حقا. إن المسيح قام حقا من بين الأموات. أيها الأب القدوس، إن أفواهنا المعتادة القوت الأرضي تشكر نعمتك التي أهلتنا لهذا القوت السماوي. جسد ابنك الوحيد ودمه هو الذي به ومعه يليق بك المجد والقدرة والوقار مع روحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم. ومع روحك. أيها المسيح الخبز السماوي، يا من تنازلت فصرت لنا مأكلا غير فان،
لا تجعلنا مأكلا للنار التي لا تطفأ في مجيئك الثاني، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بالسلام يا أخوتي وأحبائي مع الزادي والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. شبح المريوك الخنعم نفحات العطر العذبي عن أرواحي موتانا ترجو منك يا ربي، عنهم رضوانا بالخبز الحي اكتسوا واجتازوا دنيا الشاقة للمجد الآتي باتوا في مثوى الرجاء. بالموتى هبوا من جوف الأرض قاموا للحكم قاموا، من في البر قد لاح غنى الشكر وارتاح في غامر الأنوار الحي نوران فيه حي. كن بانت في البعد يغنيها كنز الوعد يحدوها موج اليم والكنز ينمي، أنت الفلك يا مريم يسوع الكنز الأعظم منه أشفعت المعنى حياة ونور. يا أبرار في القضاء الحكام أدهشتم زللتم ركن الظلمة والشر دستم غادرتم كور التعزيم كالإبريس في الناقة غنى ذكراكم تطويب أرض وسماء نيوح العنيد مهيمن ولخمر شبح برخمر والرسل والصديقين والأبطال الشهداء فخري الظافري. اذكر يا رب الميعاد والعذراء الوديعة والموتى بالقديس اجمعهم. آمين. يا ابن الله بين الأبرار ملء الأنوار ارحم واقبل ابنتك طول الأدهار. يا من تحيي ميتا وراه التراب اقبل منا هذه الصلاة عن من غابوا. يا من ذاق الموت القاسي كالإنسان أبعد عنا مر الكاسي موت الثاني. عظيم وارفع ذكر العذراء والقديس انجد وارحمنا طيب ذكرى الموتى. آمين. الراحة الدائمة أعطها يا رب أزلي فليضئ لها فلتسترح نفسها بالسلام برحمة الله والسلام. آمين. مغمور السلام لجميعكم ومع روحك. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر
فاغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ المجد للآب والابن والروح القدس. كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدائرين. آمين. إخوتي وأخواتي الأحبة، أهل المرحومة ماريا رح يتوجهوا لصالون الكنيسة للأخذ بالخاطر بالوقت نفسه. كلفوني أشكركم جميعا، إن كان اللي شاركوا بصلاة الجنازة بالمعلقة من 40 يوم وحضروا وكلفوا نفسهم وراحوا على المعلقة وشاركوا، أو إن كان اللي عم يشاركوا اليوم أو اللي اتصلوا للتعزية، بشكروكم جميعا للوقوف إلى جانبهم بهالمصاب اللي قال